السلام عليكم مشاهدي الأعزاء. اليوم بغيت نبارطاجي معكم روتيني في تحضير الكوطي لوليداتي. غنصيبو كيكة، غنحتاجو 3 الكيسان ديال الدقيق، كاس ديال سنيدة ما عامرش، كاس ما عامرش كذلك ديال الزيت، دانون فاني، 3 البيضات، 3 الخمارات وفانيلا باش نسمو، وباش نعسلو التفاح اللي غنديروه من التحت ديال الكيكة. غنحتاجو تفاحة نقطعوها طرونشات، نقشروها ونقطع طرونشات مع شوية سنيدة وشوية ديال الماء. غنقطعو التفاح وغنديروه في الكاسرولة مع شوية ديال الماء وشوية ديال السكر ونقصو عليه العافية، نخليوه يتعسل على خاطرو غير بشوية. ومن بعد غنصفوه في اللاطة، غنبداو بتقشير ديال التفاح. كيف ما كتشوفوا المقادير كتكون بسيطة، دائما كندير داكشي اللي كيكون موجود في الدار، ماشي بالضرورة نكلف على راسي ولا، المهم سواء كانت تفاحة ولا جوج ماشي مشكل، المهم انا بقات تفاحة قلت نصيب بيها علاش لا. نقشروها ومن بعد نديروها في الكاسرولة، نقطعها بهذه الطريقة بحال شكل البونس ديال الليمون.
نسيبو الحريشة ديالنا، حريشة صغار عاملين كيبغوهم الوليدات هكداك. غنحتاجو نص كيلو ديال السميدة رقيقة، شوية ديال الزيت على حسب، شوية الزيت والزبدة ولا شوية الزيت اللي كاين، شوية الحليب، خمارة وفانيلا وسكر سنيدة الا استعملنا سكر سنيدة بلا ما نديرو السكر فانيلا، ولا استعملنا سكر فانيلا بلا ما نقويو، باش تجي حاجة صحية وطبيعية. قريصة ديال الملح باش نبنو الحريشات ديالنا، ونبداو على بركة الله نفزقو هذا السميدة الرقيقة ديالنا بشوية ديال الزيت ولا الزبدة اللي كاين. مهم داكشي انا كنستعمل داكشي اللي كاين في الدار بلا ما نكلف على راسي، وكيجيو فريمون كيجيو زوينين وهشاش.